في سؤاله الآخر يقول: هل يجوز للولد أن يحج فرضه من مال أبيه إذا كان ماله لا يكفي للحج، أو الذي ليس عنده مال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا أعطاه والده ما يحج به أو يكمل ما يحج به، أو أعطاه غير والده، إذا أعطي مالا يحج به فإنه يلزمه الحج لأنه صار مستطيعا، لكن لا يحج من مال والده إلا بإذنه. نعم.